مساء الخير مشاهدي الشروق، مرحبا بكم معنا في موعدكم الكروي الأسبوعي استوديو فوت. العد التنازلي قبل كأس العالم بدأ، و23 يوم يفصلنا عن أول مقابلة لفريقنا الوطني ضد الفريق البلجيكي يوم 17 جوان، وكما في كل حصة راح نتكلموا بيان سور على فريقنا الوطني لا في تربص في سيدي موسى بتعداد كامل. راح نعود أيضا إلى قضية تسقيف الأجور والحملات اللي منوها اللاعبين هذا الأسبوع في البطولة، إنغريف حبسوا في لقاءات متعددة. راح نتكلموا أيضا على احتفالات اتحاد العاصمة بالبطولة، وأيضا على جمعية وهران الصاعد الجديد للقسم الوطني الأول. كل هذا مع محللينا. الشيخ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير زهير. مساء الخير. مساء الخير محمد. السلام عليكم. ضيفنا اليوم هو مستشار جمعية وهران، دابوغ لاعب سابق فريق الوطني، لاعب سابق في مولودية الجزائر، فضيل دوب مساء الخير. كنا وعدنا الجمهور باللي راح يكون معنا اليوم وراح نهضروا على جمعية وهران لأن تكلمنا على أبو العباس وتكلمنا على النصرية، دونك مرحبا بك معنا دوب فضيل معنا في هذا الحصة. الله يسلمك. مساء الخير أسماء. مساء الخير الشيخ سعدان، الشيخ جلول، اللاعب الدولي السابق محمد شعيب. احنا دائما في الخدمه ولوقت عيطونا رانا عندكم. الله يسلمك فضيل، سي توجور ان بليزير اللي تكون معنا. كما قلت لكم فريقنا الوطني راه في تربص، لكن قبل ما نروحوا لفريقنا الوطني ونتكلموا على التربص هذايا والقائمه تاع 23، نبداو اليوم بقضيه، قضيه راهي تصنع الحدث في البطوله تاعنا، قضيه تسقيف الاجور. كانت هناك لوا صدرتها الرابطه الوطنيه هذا الاسبوع في هذه السنه، وهي بتسقيف الاجور ب 120 مليون سنتيم. اللاعبين في اخر جوله الامس واول امس ايضا قاموا بحمله توقفوا في لقاءات متعدده باش يندوا بهذا الريغلومون الجديد هذايا. تابعوا معنا هذا التقرير ونعودوا للنقاش. خطوة جريئة أو بالأحرى غريبة بادرت بها السلطات الكروية الجزائرية بإعلان قرار تسقيف أجور اللاعبين ابتداء من الموسم الكروي المقبل في قرار غير عادي من أجل وضع حد للقيم المالية الكبيرة والخيالية التي ينالها منشط بطولتنا والتي وصلت إلى 400 مليون سنتيم. قرار المسؤولين الذي اتخذته الفاف وباركه رؤساء الأندية المحترفة مر في البداية مرور الكرام فلم يكن له أي صدى طالما أنه تم في بحر الموسم، إلا أنه ومع اقتراب نهاية المنافسة بدأت ردود الأفعال تتهطل من لدن الجهة المعنية، فتضاربت الآراء والانطباعات وكل واحد تشبث بموقفه. اللاعبون من جهتهم أعلنوا صراحة رفضهم هذا الضيف الجديد معلنين تمردهم عن أي مساومة من قبل الرؤساء، الغرض منها تقليص أجورهم الشهرية طالما أننا دخلنا عهد الاحتراف الذي يحكمه نظام العرض والطلب دون أي حدود أو تسقيف. رؤساء الفرق من جهتهم حافظوا على موقفهم الأول المتمثل في تسقيف الأجور في 120 مليون سنتيم بالنسبة للعناصر الدولية ودونها إلى 80 للاعبين غير الدوليين، مما يمثل مكسبا هاما لهم وضربة قاضية لأصحاب الأجور الخيالية. ومع نهاية الموسم الحالي تعالت أصوات المعارضين للمشروع ومعها تزايدت أوراق الضغط على أصحاب القرار، فالحديث هذه الأيام هو عن نقابات وجمعيات سترى النور من أجل الدفاع عن حقوق اللاعبين ووضع حد لما سموه بالمهزلة الكروية التي لا تمت بصلة لقواعد الاحتراف الحقيقي. كل هذه الضجة وما ستفرزه من ردود أفعال متضاربة توحي من الآن بصيف ساخن، فهل ستؤول الكلمة الأخيرة للاعبين الذين يبدو أنهم لن يستسلموا لأي مقترح، أم أن الفائز سيكون الرؤساء والفاف وربما سيفتح المجال لممارسة جديدة تعتمد على الحلول الوسيطة التي تخدم هذا وذاك بفتح المجال للعبة السوداء والممارسة اللاشرعية. المهم أن أشياء كثيرة ستطبع المشهد الكروي ابتداء من هذه الصائفة، والقبضة الحديدية بين أبطال الساحة مرشحة للتصعيد أكبر. المهم أن أشياء كثيرة ستطبع المشهد الكروي ابتداء من هذه الصائفة، والقبضة الحديدية بين أبطال الساحة مرشحة للتصعيد أكبر طالما أن لا أحد مستعد للتنازل عن سماع رأي الآخر. والله الوقفة أنا أقول لك مش حاجة مليحة بور موا، سي أنتي سبورتيف، سي أنتي سبورتيف ميم، يعني تحديد الأجور ولا سي با كوم سا، سي
انا بور مو سي تان جيست اونتي سبورتيف يل فالي با لو فير ما كاش من هادي تسقي في الاجور هادي جامي صرات وما شاح تكون هادي حسد وغيره ديريكتومون توكور ما كان ندخل معك في لي ديتاي كريم غازي يتكلم على حسد وغيرة رئيس اتحاد العاصمة أيضا يتكلم على كوليكسي أونتي سبورتيف لكن كاين رؤساء واحد أخرين راهم معاه التسخيف الأجور من بينهم رئيس شبيبة القبائل محجيف حناشي كنا تكلمنا معه يوم الأربعاء الشيخ كان بالمناسبة مبروك على التكريم لكرماتك لا دي جي اس ان لاكاريير اللي درتها دونك كان حاضر وتكلمنا معاه مع الشروق قالنا بلي هو بوغ وفريمون إلا توجور ميليتي بوغ هاد لاكوز دونك اسكو شيخ انت حاجه مليحه ولا ماشي مليحه تسقيف الاجور الى 120 مليون بالنسبه للاعبين الدوليين و80 مليون بالنسبه للاعبين اللي ماشي دوليين انا شخصيا انا كنت نتمنى هذه هي المشاكل اللي دوك تدريجين لان لما انطلقنا في الاحتراف ما درناش يعني اساس خاصه جوريديك يعني تاع القوانين من ناحية المالية من ناحية النظام من ناحية الأمور كل باش ندخلوا الاحتراف هي اكشوالمون درك من بعد 3 سنوات ترجع في هذه المشاكل هي المفروض كانت تكون دراسة حسب الإمكانيات اللي عندها الأندية باش تدخل الاحتراف وفي نفس الوقت تسمى توجيهات من طرف المسؤولين تاع وزيره الشبيبه والرياضه والاتحاد كره القدم نظن الغلطه مشات من هناك درك مشات من بعد 3 سنوات خاصه السنه هذه اللي دارت انفلاسيون اللي دارت انفلاسيون كبيره خاصه لان كان انديه كبيره عندها امكانيات يعني ماليه كبيره تتصرف كما تبغي ونظن الجزائر اتحاد العاصمه شباب قسنطينه وكاين فرق اخرى رم في وضعيه صعبه نظن لا سيتياسيون هذه هي دونك من بعد ما جات تسقيف الاجور هذه ثاني تسقيف الاجور جاء من بعد اجتماع فقط لجمع فقط رؤساء الانديه ما شاركوش فيها الاطراف الاخرى نظن هذا هو ثاني الشيء اللي ماذا دونك اون فو كوريجي داروها في وسط الموسم هذا خاصه في المرحله الثانيه وصار قرار توجيه للمسؤولين المسيرين لان لقاو روحهم في وضعيه صعبه ولكن ما فيش مشاركه تاع اللاعبين وكل وحتى المدربين نظن درك رانا في وضعيه صعبه جدا ومانيش عارف كيف انت مع هذا ولا ضد هذا القرار شيخ؟ شوفي انا ما نقول لك لا معاه لا مانيش معاه يعني قلت لك انا انديه عندها امكانيات كبيره او سا سباس اكشوالمون ميم في الاوروب باغ اكزومبل باري سان جيرمان مثلا رئيس اتحاد العاصمة ضد قال لك انا ما هاي اليوفا دارت قانون نتاع لو فير بلي فينونسي باش كان انديه عندها امكانيات فخمه ويقدروا يجيبوا اي لاعب ب نو سورتو سي لا ماس سالاريال جينيرال يعني تاع الكلوب وكاينين انديه ما تقدرش تتبعها لازم تتبع دونك يا بوكو دو ترافاي افير لازم ننظموا الامور هذه باش ننطلقوا باش الكره تطور باسكو اون روفيان الشيء المهم هو تطوير كره القدم باش نطوروا كما لازم الحال لازم نديروا اجتماع نتاع الاطراف كله زياده نجيبوا ديزيكسبير في هذا الشيء هذا باش نلقاو حلول باش نخرجوا من هذا باسكو سي ان غرو بروبليم ايفيكتيفمون كي دوموند او موان 6 موا دو ترافاي يعني كونتينيو بور اريفي ا اون بون كونسيرتاسيون. فضيل دوب قبل ما نروح للمحللين انت ياك تعيش وش يعيش مستشار اي نادي في جمعيه وهران نظن باللي جمعيه وهران اللي ما عندهاش انفلوب كبيره تاع مال ممكن هذا القرار يساعدكم؟ بون يا تو كيما نقول لك تو ديبون السياسه اللي تمشي بها الفرق. الفريق وعنده السياسه اللي تمشى بها حنا فريق جمعيه وهران حنا مازلنا في هذيك الخدمه تاع لا فورماسيون كي تجي تشوف الفرق اللاعبين اللي كان عندهم الشرف وصعدوا مع جمعيه وهران هذا العام كاين لي موان داج تاعهم ما يفوتش 20 طون دونك حنا على حساب الامكانيات وعلى حساب الامكانيات الماديه والامكانيات التقنيه كاين ميم لو جوار
حنا نعرفوا كي نقيموا جوا عندك جاكم قبيل فوضي اسمح لي كنت قلت لي تكلمت لي على مثلا الاجور ماكسيموم قلت لي حنا ما نخلصوش بزاف لكن الحاجه اللي مليحه سي كي يخلصوا اللاعبين تاعنا صح ما عندهمش دي صالح كبار لكن يخلصوا في الوقت وعندهم لي بري بيان سي صافي بادير بلي ما كانش دي جوا لي دو دراهم كاين دي جوا اللي يقول لك على حساب كيفاش يقولوا له الكلمه تاع اللاعب فوالا حنا كيما هادو اللي جايين طلعوا معنا ماهمش قادوا بهذيك الاجر اللي بداو معنا طلعوا به في هذا الموسم في هذا الموسم اللي فات مثلا كانوا يخلصوا مي حنايا نخلصوهم حنا يعني ما كان ما عندناش بروبليم في لي تي جو ولا كاين كاين على حساب على حساب لو نيفو تاع الجوار كاين لي 8 مليون كاين لي 12 مليون كاين لي 18 مليون كل واحد كيفاه سنتيم دو سنتيم دونك ميم لو جوار لازم يكون مقتنع انا هذه تاع تسقيف الاجور هذه انا جو سوي كونتر اللي داروها شغل اوبليغاسيون من عند المسؤولين ماشي من عند المسؤولين تاع الكره من عند المسؤولين تاع الفرق هما اللي يديروا لوبليغاسيون دوك انا لو كان راني جوار نجي نيغوسي نقول له عطيني 10 مليون يقول لي نعطيك 5 مليون بالك نروح له نلقى في جهه واحد اخرى يقول لي 5 مليون في جهه واحد اخرى 5 مليون دونك انا نقعد الا خنسيني بهذاك لو بري دونك كما قال كريم غازي قال لك هذه غيره وحسد ما غيره ما حسد الناس توجور واحد ينوض صباح ربي دوك ربي باش يخدم فهمت كل واحد الرزق كيش يعطيه له ربي دونك انا سوي بور لو جوار يربح دراهم وي مي بار كونتر مد الفريق هذا واش عطاه لك هذه هي محمد ولا زهير اللاعبين قروا باش يحتجوا في اخر جوله في البطوله الاحترافيه الاولى هل الاحتجاج هذا ما جاش متاخر لان ممكن كانوا يحتجوا كي صدر القرار صدراتو الفيدراليه مع الرابطه بعد ما تكلموا مع رؤساء النوادي لرؤساء حتى ولو ربوحة ويقول باللي احنا رانا كونتر رؤساء كلهم كانوا بوغ هذا القرار هذا فينالمون دونك اسكو الاحتجاج هذا ما جاش متاخر شوفي اسمع حنا الاحتجاج هذا راح حنا كنا نسناو فيه يجي متاخر ولا في وقته راح يكون احتجاج لان من الصعب اللاعبين يتقبلوا هذا القرار لان يعني هذا القرار هذا راح يمس يمسهم ديريكتومون دونك نظن لاعب اللي كان يقتضي لاعبين يقتضيوا حتى 240 مليون 240 250 260 مليون يعطيك الصحه ومن بعد دو جوغ او لوندومان تقولي له نو تو فا دونك اسكو سو بروبليم لا المشكل هذا راح يتحل بمشكل واحد اخر باسكو كي نحلوا هذا المشكل راح يتفتح مشكل اخر وشنو هو مشكل اخر دونك اللاعبين باش ما يروحولهمش اللاعبين تاعهم الرؤساء الانديه باش ما يروحولهمش اللاعبين وباش يقارديو الكوادر تاعهم واش يدير يعطي له المبلغ هو يعطي له تحتها هذا معروفه دونك حنا باش نحلوا مشكل ونخلقوا مشكل ثاني اكبر منه دونك انا نظن كما قال الكابتن ربح سعدان انا نظن هذه الامور كانت تكون كلها مدروسه من قبل وتعمل برنامج وتعمل تخطيط وتعمل كل هذه الامور لان هذا تسقيف الاجور انا ليا كمحلل انا نقول لك بلي هي انا استادير داروا لا شاري افون لي بو استادير قدموا الامور كان اشياء كنا قادرين المسؤولين كما نقول لك يحلوها ولا المشاكل اللي كاين في الكره الجزائريه كاين كما يقول لك مشاكل اكبر من هذا من المشكل نعطيك على سبيل المثال التكوين نعطيك كما يقول لك المشاكل تاع المدربين مشاكل تاع المسيرين تعمل زين نعطيك شيء اخر هاد المبالغ اللي تقضيها اللاعبين اسكو يخلصوا ضرائب عليها شوف احنا نشوفوا في الانديه الاوروبيه هل فيه تسقيف الاجور اعطيني نادي واحد في العالم باسره وين كاين لاعبين عندهم تسقيف الاجور ولكن كل اللاعبين يخلصوا ضرائب انا نظن خليه ياخذ المبلغ اللي يحبه ما فيش مشكل ولكن يخلص الضرائب تاعو ونصلحوا الامور تدريجيا مع هذا اللاعب محمد ممكن نفس السؤال زيد لك برك نقولوا باللي الناس ممكن اللي على بلاش وما تبعتش ممكن كره القدم هذه السنوات الاخيره الفيدراليه والرابطه قروا مع هاد الرؤساء مع رؤساء النوادي هذا القرار لان كاين هناك بزاف لي ليتيج كاين بزاف لاعبين عندهم عقود تاع 200 190 مليون لكن ما يدوا والو دونك الفيدراليه اصدرت هذا القرار باش عندنا 120 مليون سور لاعب يديها وخلاص وخير ما تكون هناك لي ليتيج اسمع لي دي لي بارتي دو سات بازلا اكزاكتومون فوالا مي انا نقول باللي المسؤولين ايزون با بي ولا ايزون با سو بريزونتي le dossier d'une manière intelligente. Au départ, on aurait dû inviter les acteurs. Voilà. On a qui est un groupe de مسؤولين, que soit تاع الرابطة أو الفيدرالية مع المسؤولين تاع الفرق ومسؤولين تاع اللاعبين أو les représentants des joueurs. On a qui nous a donné une nature où l'on ne peut pas le piquer de grave.
تمكن تخرج النتيجه. اسكو تو الموند اي داكور سور سا؟ باسكو يفو تروفي دي سوليسيون. سي اون سمي اون تور دون طاب يا توجور ان موان دو مايوني. انا نقول لك بور روفينيغ ا تا كيستيون، نقول باللي سي فري كو انا ان طونك جوار ميتنون تو ديبون لي زافي دي زان دي زوطر. اللاعب يقول انا جو بريفار دو غاني موان، صادير موان، مي ا شاك موا جو سوي بيي، كو دو غاني بلوس ولا لو دوبل لو تريبل وما نخلص عام في الشهر. هذا انا سي سي اون بار دو سات لوجيك سوي داكور. مي ميتنون نقولوا باللي بلان مثلا رئيس شبيبه محشيف حناشي قال باللي كامل اللاعبين عندهم مشاكل تاع ليتيج في الفيدراليه، كامل اللاعبين تاع تو اللي شفت صف صف لي غران كلوب صوف لي غران كلوب باسكو باسكو يا ان ديفيرونس باسكو كان فرق كان فرق اللي عندهم امكانيات ميتنون دوكا بور فوني لا غراف هادي اسكو سمعت روتار ماشي روتار نو انا سمعت باللي في البي تي ار كان الناس اللي كان مدوا راي وقالوا باللي ممنوع اللاعب يدير غراف انا نقول لك علاش ممنوع خدام خدام يخدم في الشركه انا نشوف الخدامين اللي يخدموا في الشركات يخرجوا الشارع ويديروا دي غراف الحكام مدوا بصح انذارات نو هذاك سي لوجيك سا 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 سي 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 سينيالي دون لي ريغلومون كو سي ماتش يا ان اري دو جو ولا اون ايكيب تخرج ولا سي لي كابيتان كي بغون سانكسيوني انا سوي داكور يزون ابليكي لي ريغلومون بارابور او زاري دو جو مي انا نقول هذا الاحتجاج ما كانش لازم يديروه مثلا طوال الموسم باش ممكن الاحتجاج تاعهم تكون له اذن صاغيه تكون عنده صح انا سوي داكور باسكو هنا يدير كراف وما عاد يروح فاكونس نو كانوا لازم كانوا ياخذوا صادي ابارتيغ دو واحد المقابلات واحد ثلاثه ولا اربعه قبل الموسم ما يخلص الموسم وين كاين لونج وين كاين كان ربما المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه الوقفه تاعهم هذه وانا نقول باللي من حقهم باسكو هما عمال وفي العمل تاعهم يسمح لهم باش يديروا انغراف وهذا ست ميساج للمسؤولين باللي راهم غاضبين وماهمش حاملين هذا الشيء ميتنون بور لي جو بور المسؤولين انا نقول لازم ياخذوا بعين الاعتبار هذا الوقفه تاع اللاعبين هذه ويحلوا يعاودوا يحلوا الملف ويدرسوه دي مانيير انتيليجونت لا انا على رايي ستادير الاحتجاجات اللي داروها اللاعبين سي با ان غريف باسكو ان غريف سي با كوم سا دونك سي جوست حبوا يبينوا اللي بلي حنا اوني كونتر سيت ديسيزيون اوني انا توقفنا انا وريناكم لي بلوني لا مي ان بو الي انكور بلو لوين دونك سي سا بلو لوين مع هاد الموسم نو باسكو سا فا ديفيسيل سا فا ديفيسيل بور او حتى كيما يقول لك القرارات هذه انا نظن لازم هاد الامور واحد ياخذها بعين الاعتبار ويدرسها ويجلسوا مع اللاعبين يديروا كيما يقول لك دي ريبريزونتون تاع اللاعبين ويجلسوا مع المسؤولين وياخذوا قرار باش يصب في مصلحه الكره الجزائريه وشيء ثاني انا بون سمحي لي باسكو خدعنا شويه لك باش نباركوا لجمعيه وهران على الصعود صح انا لكم كل شيء مبروك وكما نقول لك وان شاء الله بالتوفيق في الرابطه المحترفه الاولى الله يسلمك شيخ هل بتسقيف الاجور كاين انديه مثلا كيما اتحاد العاصمه حابين يلعبوا الادوار الاولى في لا تشامبيونز ليغ العام الجاي الافريقيه وحابين يجيبوا لاعبين كبار مهاجمين كبار حتى من الخارج هل هاد تسقيف الاجور ممكن يمنحهم من جلب لاعبين كبار دوك انا مانيش عارف القوانين اللي خرجت هذه اسكو دابور لازم لاعب دولي ما تعطيلوش اكثر من 20 لاعب دولي اسكو باغ اكزومبل دروك ليسون عندهم ان كونترا تاع عامين ولا ثلاثه لان راهي ماشيه اسكو يتوقف الكونترا تاعو باش تولي دونك يا ميم سي لو بلان جيوديك سا بوز دي بروبليم باسكو ميم اللاعبين يقدروا يدخلوا جيستيس دون دي تريك واحد باغ اكزومبل جو سي با كيل ديسيزيون يعني فيريتابلمون تيان كونت دو باسكو يا بليزيور كا دو جوار اي جو بونس كو لو بروبليم اي لا زيد مانون تقول علاش داروا درك للاعبين باسكو داروا درك باسكو هذا هو الوقت باسكو درك سا كومونس لي نيغوسياسيون هما فتحوا ديجا قبل ديجا بداو لي نيغوسيون دو شيخ لا لوجيك ما فهمتش لا مثلا اللوجيك تاع اللاعبين صح راهي قريب لي نيغوسياسيون لكن واش من ضغط يقدروا يمارسوه على الفيدراليه الان زعما ما يمضيوش واش على الفيدراليه ولكن راح واش كان يقول زهير تو تالور دونك يفا سباسي واش يقدر جوستومون واش يقدر يصرا اسمع لي كلوب تروفي دي سوليسيون فهمت اي اون فا باسي في دون ان اوتر مش خايف داخل القانون باش فوالا دونك باسكو لي شوز سون با كلير Exactement. Non, même la présentation, je pense qu'ils auraient dû prendre beaucoup de temps pour voir, parce que c'est un problème d'abord juridique. C'est
ان غرو غرو بروبليم جوريديك دونك اي فو ديز اكسبير اللي يعرف باسكو دوك يدخلوا لها الناس اللي يعرفوا القوانين سورتو من ناحيه تاع العداله اي فاي افوار بوكو دو بروبليم افيك لا جوست او سان دو لا جوستيس اي اون دور دو لا جوستيس. عوده فوديل دو ممكن كيما نقولوا بالعاميه شكارا كيما لي دو سو سو لا تابل للاعبين مع رؤساء النوادي باش يحلوا مشكل لان يعني كيكون عندك نوادي كلها تمد نفس الثمن انت يا بون بالك تروح تخير نادي اللي يمد لك اكثر انا نعاود نولي برك الهديه تاع هديه نورمالمون المرضى وانستال هذا هي افون الدراهم هادو بداو في الناسيونال 2 وكاين رؤساء الفرق هما اللي بداوها فهمت كانوا من تما كانوا يحبسوا هذا المرض فهمتي دونك انا نقول لك بلي سان غرون بروبليم بور لو فوتبول الجيريان وكاين يديروا تسقيف الاجور يعني لو كان دوك يخلوا كيما قلت لك لي بريزيدون دو كلوب هما اللي دونك اسكو البيدجي اللي راح يكون عند لي كلوب اسكو يكفي ميم يديروا تسقيف الاجور فهمت ليه دونك هما انا جاب لي ربي داروا هذا القانون على حساب لي تيج اللي كاين في لا فيديراسيون باسكو كاع لي كلوب تلقى عندهم 6 مليار 7 مليار 8 مليار تاع لي تيج تاع لي جوار ماشي خالصين وزيد مع القانون ما تخلص الجوار ما ديماريش لا سيزون فوالا ما ديماريش لا سيزون لو جوار يصرا ليبيري اوتوماتيكمون دونك هذه نورمالمون سي با المومون باش يهضروا على دي تسقيف الاجور و ميم لو جوار عنده الحق كما قال لك الشيخ دوك يجيبوا دي جوار اترونجي اسكو يجوا على تسقيف الاجور لهنا جو بونس با وداير حنا ميم لي جوار اترونجي اللي راهم يجوا للجزائر يلعبوا واحد في الفان كلوب باش يصلح لك واحد صح دونك ملي انا نظن بلي هذه تسقيف الاجور سي با المومون انا نطرح لك سؤال نعم دونك انت عندك لعاب من الشبان تاعك عندكم لاعبين شبان مميزين في جمعيه وهران دونك انت دير له سقف الاجور تاع 80 مليون سنتيم في الشهر ويجي رئيس فريق واحد اخر يقول له نعطيك انا 80 كما يعطيك ونعطيك اون سو دو لا طابل طون يروح ولا ما يروحش؟ يا سيدي يروح خلاص دونك هذه كي بروف لي بلي عطالو تحت لا وهذه راح تتكري لو كان يدير سكيب كي بروف لي بلي عطالو واحد ما وتكون هذه لو كان دونك توجور لي كرون كلوب ولا لي كلوب كي اون دي مويان سي هما اللي يدوا اللاعبين المميزين هما اللي يدير خويا ما نبروش حنا الفشل تاع الاحتراف تاعنا بتسقيف الاجور احنا بدينا في الاحتراف نكملوا به كما كانوا اسمع شوفي هي باش ما نهضروش على هذا تسقيف الاجور وكاع تيك اون ريدو اون ريدو انستالي اون سيلول تاع لا دي ان سي جي وي كي كونترول لي كلوب سور بلان فينونسي والفريق لا موافقين كوبي وكان كوبي لا اسمع سي تري سامبل سي تري سامبل باسكو على شاك ديبي دو سيزون لو كلوب ديبوز ان بيلون فينونسي او نيفو دو لا ديريكسيون هادي ولا ديريكسيون هادي تشوف باغ اكزومبل شحال عندها كوم فينونس بور اونتامي لا نوفيل سيزون سي عندها وتشوف لي ريكروتمون تاعها تشوف لو سالير لا ما سالير تاع اللاعبين لا تشوف بلي عندها لا سوم هذه تكفي باش يخلص هاد اللاعبين كاع اون لوغ سين لو دوسي كاين حاجه مي سي با لو كا اكتويلمون اي سي بور سا كو اليوم انا حبينا نديروها اترافير دي نوت مانيير هادي تاع بلاتفورم كاين حاجه ايضا هي ان اللاعب هو كيما قال فوديل وكيما على بالنا كامل هو عامل والعامل من واجباته انه يخلص ضرائب سي با نورمال باش يكون عامل يخلص زوج ملايين يخلص ضرائب وواحد اللي يدي 30 مليون ما يخلصش ضرائب دونك تسقيف الاجور فيها هذه اسكو لو بوت بالك تاني الهدف تاع الفيدراليه من تسقيف الاجور بدات افونتاجي لاسبي لو تشالنج سبورتيف تاني لا فورماسيون ولو تشالنج سبورتيف قال انت كي تدي بلوزيور لاعب نوادي يعطوني نفس الشيء ممكن نروح للنادي اللي لي مليح لي نشوفو بيان اورغانيزي لي نشوفو عندو بصح سمح لي اسمع هي دوت بريروغاتيف ستادير كاين امور اخرى لازم الفريق ولا لو كلوب يديرها قبل ما نوصلوا لتسقيف الاجور انا كاين التكوين كاين لا فورماسيون دي زونترينور كاين لا فورماسيون دي جيستيونير كاين لا جيستيون باسكو الان ما نهضرش كلمة المسيرين اون بارل دو جيستيونير لازم كل حاجه نحطوها في بلاصتها اسكو تو الموند باي سي زامبو اسكو تو الموند ريغل عنده ستادير ماشي كامل يخلصوا ضرائب ماشي كامل دونك سي اون كومونس ا ريغلمونتي تو سا كي نديروا كل شيء في الشفافيه وكل واحد عنده ان بيلون تاعه وكل واحد عنده كيما يقول لك الكوميسار دو اوكونت ونتمشاو لا نقدر نتكلم لك على تسقيف الاجور وكي دير تسقيف الاجور اسمع لازم لك دي زونكيتور كيما انا شفناها من اخي حنا وانا رايحين كوب دي موند اون فا راح نتحكوا مع اكبر فرق في العالم مع 24 فرق اكبر فرق في العالم دونك حنا لازم نكونوا كيما هما حتى او موا 32 حتى نكونوا او موا معاهم في بعض كيما يقول لك ريغمونتاسيون دونك انت كيما ميسي لا ديرنيير فوا
لي زونكيتور ايزون بروفي كو الا فالسيفي الاخر تاعو دو راح المحكمه ويخلص لي زامبو دونك كوم تو الموند سا لا با امبيشي باش يزيد يمدد ويزيدوا له يزيدوا له في الصالير دونك البلافورم هذا تاع ولا تسقيف الاجور اي فيا اون ديرني دونك يا بوكو تشوز محمد في رايك شو تفضل شيخ نعم اسمعيني شوفي علاش نقول انا نظن باللي لازم كل على طول السنه دونك عندنا 3 سنين لازم نجلسوا عدد مرات pour réorganiser parce que tout le problème maintenant donc on est passé à des sociétés sportives donc شركات لازم ننظموهم دابور كل نادي لازم ينظم ماهوش غير يصعد يحوسوا غير على الدار لا بريمير ديفيزيون وكما كان والو دونك سي اون برون اكطوالمون لا سيتوياسيون دي كلوب تاع بريمير اي دوزيام ديفيزيون شكون اللي منظم صح دو مانيير فيريتابلمون بروفيسيونيل بون انا انا كلكوزان سو لو بو دي دوا فهمت دونك لو بروبليم اي اورغانيزاسيونيل دابور وساني قاعد نقول لك وكي مشينا ملي مشينا في هذا الاحتراف هذا ما توقفناش عدد مرات بور سي دو كوريجي داميليوري سا مادر دو تون صحيحه ولكن رانا بعد سو بروبليم لا نا با ايتي تريتي انا جي لامبرسيون كي نا با ايتي تريتي كيما لازم الحال وراح نزيدو ندخلو في مشاكل اخرى فوالا انا واش نضيف برك واش قال الشيخ جلول على لا فورماسيون الاخر حنا كيما حنا فريق جمعيه وهران بالك راه نفاجئ الناس كي نقول لهم درك على الشبان تاعنا حنا من مينيم حتى الاسبوار لي زونترينور كاع عندهم ليسونس كاف ما كانش لي عنده بريمي ديغري هذاك تاع يقرا سمانه ويجي يبدا يخدم داير ميم لي جان والله غير لي جان تاعنا نقول لك الناس داير لي جان تاعكم ربحوا كاس الجمهوريه العام اللي فات درنا كاس الجمهوريه هذا العام زدنا دينا كاس الجمهوريه اون جان لي مينيم كلاسيو برومي لي كادي كلاسيو برومي لي اسبوار وحنا والناسيونال ان دونك سي سويفي دونك كيما الشيخ عنده باجاج كبير الشيخ جلول كيف عندهم باجاج ما كاينش عندك باجاج اون كونترينور ما تنجمش دير لا فورماسيون صح ما لازمش سون فورماسيون لازم لي يكون حاكم هذوك لي جان يعرف كيفاش يخدم معاهم كاسك ليسونس كاف ان كونسيي حنا حاكم لي مينيم كيفو هكذا تصرف كامل لا ماشي انا عندي بريمي ديغري فاف ان واش راح ندير بهم؟ ما غاديش نخدم بهم. اسمح لي فودين نروحوا نشوفوا هذه الصفحه الاشهاريه ونعودوا لكم. محمد كيفاش راح تسرى كيفاش راح تخلص هذه الحكايه تاع تسقيف الاجور؟ لا نو هي سي تري فاسيل تري فاسيل باسكو علاش انا سوي بور كو اللاعبين يحتجوا على هذا الشيء باسكو علاش عمرها ما اوني دون زان موند بروفيسيونيل دونك كل واحد عنده قيمة تاعو كل واحد نساومو على القيمة تاع اللاعب انا فريق ما نقدرش نشري تال جوار ما نشريش فوالا ميتنو يا لي غروس ايكوري لي قادرين يا خو اي سون ليب داشتي نيبون تال جوار بون ميتنو نقولوا بلي يا با ان فير بلي فينونسي سوي داكور سوي داكور مي الله غالب سي صلا الوا تاع الاحتراف اوفري لا دوموند سي الله الاحتراف ميتنو كو واش كيفاش راح تخلص انا نقول بلي الفرق اللي عندهم المال بزاف يبغون بتين دي بون جوار واللي ما عندهمش يقعدوا يبقى فيك لا فورماسيون اون فا روفونيغ على لا فورماسيون باسكو اليوم ماشي الحصه باش نهضروا على لا فورماسيون دونك نقول اللي ما عندهمش يبغون روفونيغ على لا فورماسيون وممكن من الحلول اللي راح يدوها بعض اللاعبين اللي كانوا يخلصوا بزاف 200 300 مليون انهم يهاجروا ويهاجروا غير قريب عندنا وين الى تونس بالك سي ديجا دوفوني اون مود في السنوات الاخيره نروحوا نشوفوا هذا التقرير نعودوا لكم لم تعد تونس قطبا سياحيا يستهوي عوام الجزائريين فحسب بل تحولت ايضا الى قبله مفضله للاعبي كره القدم النشطين في مختلف الانديه المحليه بعدما تحول المنتوج الجزائري إلى سلعة غير مرحب بها في السوق الأوروبية. المواسم القليلة الماضية عرفت هجرة جماعية للعصافير النادرة نحو بلاد قرطاج، فتحولت كبرى الأندية في تونس إلى قبلة تستهوي المواهب الجزائرية. خالد لموشية، عبد المؤمن جابو، بغداد بونجاح، يوسف بليلي، جميعها أسماء وقفت على طابور البطولة التونسية، والقائمة مرشحة للارتفاع في ظل تهافت أندية الدولة الجارة على السوق الجزائرية. ويقتصر تواجد لاعبين في البطولة التونسية على 3 أندية هي الترجي الإفريقي والنجم الساحلي وهي أندية تشكل هرم الريادة في واحدة من أقوى البطولات في الوطن العربي ويجري الحديث مؤخراً على دنو التحاق بعض اللاعبين بالبطولة التونسية نذكر منهم
قدور بالجلالي مهاجم شبيبة الثورة، فارس حميتي هداف مولودية العلمة، هشام بالقروي مدافع اتحاد الحراشة، وخالد جورمي لاعب وفاق سطيفة. هي إذن مواسم الهجرة نحو بلاد قرطاجة بعدما فتحت أبواب البطولة التونسية على مصراعيها في وجه اللاعبين الجزائريين، في انتظار أن تخرج البطولة الوطنية من رحمها لاعبين يسيلون لعاب عمالقة القارة العجوز. Bah c'est que c'est bien parce que bon le football algérien ça montre qu'il est en progression parce que bon le championnat tunisien jusqu'à preuve du contraire c'est un championnat où le niveau est plus élevé que le nôtre donc voilà c'est tant mieux pour les joueurs et c'est tant mieux pour l'Algérie aussi. Obama كما نقول لك الامكانيه تاع اللاعب الجزائري ما بداش ديبلوفي هنايا في تيرا تاع الجزائر سورتو انا نلعبو في طارطون كاع كينيا وما عندهم غازون سورتو عندنا دي جوار عندهم كيما نقول لك في المستوى سورتو انا نشوفو جابو وين زاد تطور ثم في النادي الافريقي. فوالا كيما قلت النيفو تاع البطوله تاعنا طلع شويه وحنا مادا بينا لي جوار تاعنا في الشامبيونات تاعنا يروحوا لوروب ماشي لتونس باسكو ما كاش ديفيرونس كبير بزاف. كاين لاعبين جزائريين راحوا لتونس وكاين لاعبين جوستومون كاين على جال تسقيف الاجور وعلى جال ايضا ممكن وش هي الحاجه اللي راهي تدفع اللاعبين تاعنا باش يخلوا البطوله الوطنيه ويروحوا الجار تونس مثلا شيخ؟ هما الاحتراف في احسن مستوى نظن هذا هو لان جابو عاش نجم نقولوا الاحتراف راح لسويسرا فتره قصيره ما مشاتش دونك ولا لهنا دونك لقى نفس المشاكل اللي عشتها الكره الجزائريه وخاصه ماليه دونك الى لقى الفرصه هذه نوتامون مع باش مشى تونس يعني تونس دابور يا سيرتان كلوب مش باسكو لي برينسيبو كلوب نادي الافريقي الترجي التونسي دونك اللي منظمين يعني محترفين بمعنى الكلمه عندهم رجال اللي عندهم المال يعني كبيره دونك ايرامان سي لا ميم ميم برينسيب كيما قلنا حنا نجيبو دي جوار اترونجي دو كاليتي لان تحتاج واحد ولا زوج اي سي سكي سي باسي دونك شيخ لكن ما كاينش حاجه كبيره مثلا في الاموال في الدراهم نو واحد كيما عبد المؤمن جابو انا شوي سيغ باللي يقدر يدي مثلا واش يدي في تونس لا نو لا جو بونس بون انا قلت لك الا فولي شونجي دار ميم انا جوري بريفيري كي راست لهنا في الجزائر ويدي ولكن المشكل لهنا ديما دراهمو علاش نظن علاش راه باسكو على الاول يطمع باللي راح يدي واحد هذيك لا سوم مي اون فيناليتي على فان ما يديهاش دونك الور كي يروح في الخارج دونك زيد عنده حاجه اخرى كي تريز امبورطون تونس الى سي ان ترومبلان بوتيت باش يروح بعيد اكثر في دونتر كلوب اون اوروب دونك الى ان ترومبان ميو كو الجزائر. فوديل في رايك واش هي الحاجه اللي تجذب اللاعبين تاعنا باش يروحوا يحترفوا في تونس؟ اللاعبين تاعنا ما تنساش كاين بلي عندنا دي جوار هنايا بيتري دي كاليتي في الجزائر ما نكذبوش على روحنا كاين دي جوار اللي يقدروا يلعبوا في البطولات الاوروبيه ماشي في بطولات كبيره كما نقولوا بطولات تاع فرنسا ولا تونس ولا في المغرب ينجموا يلعبوا دونك انا جاب لي ربي هذه تسقيف الاجور اللي داروها راح تخلي لي جوار يديروا دي ماناجر ويروحوا و سي با زين بيرت بور الفوتبول الجيريان باسكو كاين الخزان في الفوتبول تاعنا تاع الجزائر او كونترير حاجه مليحه يروحوا على راحهم نو حاجه مليحه كي يروحوا هما يزدوا يرفدونا المستوى تاعنا لتما فهمت عندنا اربعه لاعبين بونجاح راهو بيتر تاع البطوله التونسيه جابو راهو كيما يقول لك يدير كلش في النادي الافريقي بلايلي حبوا يزيدوا له كونترا مي هو الا بريفيري يمشي يروح لونجي داروا له دي بروبليم وزيد دونك انا نضل ديجا لي جوال الافارقه يجوا للجزائر باش يروحوا للجزائر وبالقراوي ممكن انه يمضي ايضا انا راني مع لي جوال اللي يحبوا تونس انا نقول لهم روحوا تخدموا على روحكم وكاين كاين هنا لي جوال في الجزائر. حبيت نوري لكم واتكلم على بلايلي والمشاكل اللي صراو له اسكو في تونس في السنوات مو نقولوا منذ ممكن الثوره في تونس ما شفنا بلي اللاعبين خاصه الاجانب كي شغل يلقاو يخلوهم دي زوتاج لو كان ما تزيدش لو كان ما تزيدش تمضي في النادي هذا كيديروا لك مشاكل استاذ كو سوا دير واش يقولوا لك المسؤولين ولا ما عندكمش هاد اسمع هذا يدل بلي ان ما في تونس اي سون با بروفيسيونال 100% عندهم مشاكل كيما تاعنا ابار يا دو تخوا كلوب كي سانسيرمون اللي في الترجي التونسي عندهم مي العقليه سي توجور لا ميم شوز سا سي اون مانيير دو جيستيون كي اون تران دو تو بارلي لا جيستيون توجور تبقى
تري موايان او نيفو افريكا ولا المغرب. نقول الشيء اللي راه يخلي ربما اللاعبين اللي يروحوا لتونس ربما انا نقول باللي ثاني المحيط تاعنا ولا ما يسمحش ولا ما يرحمش على اللاعبين. سيتادير كو اللاعب تاعنا ولا يعيش تحت ضغط طول السنه هو تحت ضغط. دوك ميتنون سي 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 لا رو كي ديسيد دي شوز في بلاصه المسؤولين تاعنا. اليوم تاع المسؤول ما عندناش مسؤولين اللي عندهم مستوى كبير واللي يعرفوا يتكلموا او يجلسوا مع اللاعبين ويقنعوهم. هذا الشيء تن لازم محسوب في الهروب تاع اللاعبين تاعنا. زيد تن في المستوى تن المستوى التقني هنا في البطوله تاعنا. زيد تن نرجعوا تن على الجل سو البلون فينونسي اوسي. تو سا في اللاعب تاعنا نقولوا ماشي كاع ايتيك مي اللي عنده مستوى اللي يقدروا يروحوا يلعبوا. ممكن لاعب يخمم يقول لك لو كان نروح نخرج من الجزائر ممكن عندي شونس اكثر باش نجي. لا لا وعلاش وعلاش مام احنا تاعنا مام الشامبيون تاعنا سيون نو في عقليه لاعبين. لا لا وعلاش يا دي جوار كي جو اليسما يسون كونتاكتي باغ عندهم دي توش على الفريق الوطني. الفريق الوطني نو جو بونس با في تونس. لا لا في تونس لا لا شوف هو انشتان جوار لوكال ديجا لازم يدوا اتخ خمم بون مازال ما كيلحقوا الفريق الوطني نهضر. سهير انا حبيت نعقب برك على السؤال الاول اللي قلتيه لمحمد على اللاعبين كي يكونوا نهايه الموسم ولا نهايه العقد يديروا لهم دي غوز باش دير لهم ماشي دي غوز كي شغل ليزوبليج. هذه ساسباس ميم اون اوروب ساسباس ميم في الخليج. الخليج نعم اون اوروب صارت لنا ميم اون اوروب حنا كي كنا فريق الوطني مع اللاعب شرفه كي رحت انا باش نشوفه ونتكلم معاه الفريق تاعو ما لعبوش هذاك لو ماتش قالوا له يتجدد يا كشاف يا شيخ يا تجدد يا ما تروحش الفريق الوطني. دونك هذه سا سباس ا تو لي نيفو ميم في اوروبا. لي جوار كي نون با جوي لا كوب دافريك سانكسيوناهم دي كلوب يعطيك الصحه. دونك سكي سباس في تونس هذه حاجه عاديه. بالنسبه للسؤال تاعك هجره اللاعبين تاعنا الى تونس انا نطرح لك سؤال اخر. هاك تشوفي غير اللاعبين ما يروحوا حتى الانديه كل الانديه راهي تروح لتونس للتحضير. سي لا ميم شوز. وعلاش يروحوا يعطيك الصحه. Il y a les infrastructures, ils ont tous les mouahilats, ils sont tranquilles, ils ne sont pas dérangés, ils ont tous les wazm de tadrib, tamak. Ils ont l'ihtiraf, صح. باش من انا كان عندي كما يقول لك الموسم الماضي درت التحضير تحضير تماك عندهم كل شيء يوفروا لك كل شيء حتى ولا ما كانش يخلقوه باش اللاعب ولا باش الفريق يكون مرتاح. حد انا نظن حتى اللاعب الان اللاعب الجزائري عندما يروح يهاجر الى تونس باش يلعب في النجم الساحلي ولا في كلوب افريكا ولا اي يسون دون لو فري بروفيسيوناليزم. وزيد شيء ثاني هو الاجور يكذب عليك يقول لك نصف الاجر كاش منها لاعبين في تونس يتقاضاو ثلاث مرات او اربع مرات. كاين لاعبين اللي ما تقاضاوش مثلا بونجاح كان عنده باش مشاكل نفسه. ما عطاوش الصلاح تاعو. انا نشوف ولا تتذكري اسمها عندما تنقل بونجاح وانا تكلمت معه عندما لعبنا ضدهم مباراه وديه تكلمت معاه النجم الساحلي اعطاه اموال كبيره للحراش. بصح الان لو كان ديري فريق جزائري مع فريق جزائري هو يحكي لك دوب يعطي له 450 يقول له راك تسال. تو فا دونك سي بور سا اللي اللاعبين تاعنا يروحوا اول شيء على الاحتراف وثاني شيء على جل الاموال لان الاموال تماك راح تكون وراحت البال ايضا كما قلتوا انتم كاين راحت البال لان مي سي با لو باغادي دونك يقعدوا في الجزائر خير نو. انا نقول لك سي با الباس اسمع رانا نفخوا في بزاف في تونس ونقصروا في بلادنا دونك انا نقول باللي الهجره تاع اللاعبين هذه نقولها سي نوفو في نوفو ماشي نوفو مود جديد سي لونفي لونفي دان جوار دو بارتير مي باش انا شوف حاجه اللي ما نتقبلهاش حتى لو راني مع لو بيكي دو غراف تاع اللاعبين اللي داروه مي ما نحبش الشونتاج كيقول بلي كان يبقى اسمه البارفورمو راح يبقى هكذا حنا راح نهربوا ونروحوا انا سو با داكور فهمتي هذا باسكو علاش انا نقراها كلها سي اون فورم دو شونتاج انا سو با داكور مي ميتنون تروح باسكو اوني سوليسيتي باسكو الناس حباتك تروح ليه اوكي مي باش تروح باسكو الناس ما حبش تعطيك هنا دراهم سو با داكور انا في هادي باسكو علاش حبيت تشد الفرق من يدهم المريضه فوالا. واحد كيما مثلا هكذا نسيتي برك امثله واحد كيما عبد الرحمن حشود اللي يخلص
اكثر من 200 مليون، كاين لاعبين كثير ايضا في المولوديه وحتى في اتحاد العاصمه، نظن ان تكون صعيبه لهم باش يهبطوا حتى ال 120 مليون. ما راحش يهبطوا، حلول ما راحش يهبطوا، ما يهبطوش. لا واش عليه، ما هو هي الحكايه بدات كامل كي بوملا كان صار، كان مضى الفوزي شاوشي، وفوزي شاوشي كان مضى هذاك ب 200 مليون، ورؤساء الانديه ما جبهاش الحال، قال بلي تفهمنا على تسقيف اجور اللي هي 120، وعلاش فوزي شاوشي مضي ب 200 مليون. توجور ان مويان دو ديتوني لو ريغلومون. اسمع توجور كانت كاينه حاجه، دوك بوملا كي ديكلاري ولا الاخر ديكلاري شحال من الدراهم، كاين دي كلوب ما عندهمش، ولا المولوديه راهي موراها سوناطراك، كيما حنا فريق جمعية وهران ما مورانا حتى سبونسور، نستناو الوالي، نستناو الوالي ولا نستناو الاموال الخاصه تاع لي بريزيدون ولا نستناو الاخر، فهمتيني؟ دونك مام لازم لي جون اللي يكونوا حاكمين الفوتبال يكونوا هما تاع فوتبال، ما تجيش ما تجيبش واحد انت طاح من السما حاكم بالون، حاكم لي جوار وما يعرفش ميم با كيفاش اللونجاج تاع لي جوار، ودي باش تقول لي يعاودوا يهبطوا من الاول، انا ني كونتر باش ينقصوا لي جوار دراهم، علاه؟ باسكو سي با نورمال، العام هذا واحد يدي 200 مليون، العام الجاي تقول له تدي 100. وهادو لي جوار تاع مولوديا اللي هضرتي كيما عبد الرحمن حشود، عبد الرحمن حشود راهو طول باش راح لي باش راح لترونجي، راهو قاعد توجور يدور في الشامبيون تاعنا، دونك كان عنده مانيش نمدح فيه ولا كان عنده البوسيبيليتي باش يلعب في لترونجي. صح. دونك انا باش تعاود وزاد داو تيتر، واحد يدي تيتر كل عام لازم يزيد في الاجر تاعو، وهي رايحه دونك انا. كان سجل معظم اهداف مولوديا هذا الموسم. شيخ كنت حاب تزيد اضافه قبل ما نغلق. كلمه اخرى يعني نتاخر اخر. هي درك لازم مسيرين تاع الانديه تاعنا كل واحد يعيش حسب امكانياته، دونك يفي دي بريفيزيون اي 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 اكزاكت، كل واحد يمشي على حسب دونك يا يا بيدجي، دونك لازم اي فو يا اوسي سا كي تري امبورتون، ما نكذبوش على باسكو سا سا فالي كيما راهي صايره، ما عندكش امكانيات باغ اكزومبل باش تخلص اللاعبين وتسني معاهم كونترا يا سمون مولا، ما تقدرش على فان لا سيزون راك تحاسب يا سمون مولا، تولي تعاقب من طرف هذاك ويروحوا لك، دونك هذو هما لي لوسون كيف كيفو تونير بون شاكان نوتامون هذو لي ديريجون، نعيش حسب الامكانيات تاع الماليه اللي موفره، وماشي غير في الجزائر، النوادي تاعها تعيش حسب الامكانيات تاعها، حتى في اسبانيا ماشي كامل النوادي تشري بايل ب 100 مليون، كاين نوادي اخرى تعيش على حسب الامكانيات تاعها. دو فيناليست اتليتيكو 540 مليون دورو ولا 525 مليون دورو، هذا هو المثال اللي وشوفي الوزن في الاخر. نعم. الوزن ندار فوق الملعب، فوق الملعب، دونك نخلط نغلقوا هذا الملف اللي خصصناه لتسقيف الاجور وهجره اللاعبين الى تونس، ممكن تكون كنتيجة لهذا القرار، ونروحوا للحدث. الحدث هو بيان سور فريقنا الوطني، ليوم السبت ان شاء الله راح يلعب اول مقابلة ودية ضد ارمينيا في سويسرا، راح نشوفوا وراح يلحق تدريبات تاع مدربنا فيدايلوزيتش، تعداد كان كامل اكتمل عفوا الاسبوع الفارط بحضور 25 لاعب كما كنا قلنا لكم هنا استوديو فوت، 25 لاعب فقط معنيين، وراح يكون فقط 23 لاعب لاحين يتنقلوا الى كاس العالم. نشوفوا هذا التقرير نعودوا لكم. دونك 25 لاعب راهم معنيين بهذا التربص، في 23 لاعب نورمالمون على حسب المعلومات اللي عندنا راح يكون لاعب جديد، اللي سير راح يروح لكاس العالم هو اللاعب رياض محرز، لاعب جديد في فريقنا الوطني، وراح يتنحى حارس مرمى صفايد خبين عز الدين دوخه وسي محمد سدريك، وراح يتنحى لاعب، هذا راح يكون ممكن بين عدلان قدزوره وسعيد بالكلام على حسب اخر الاصداء اللي وصلتنا. دونك ليست ديفيسيل هذا الاسبوع دو بي كوتيديان براتيكمون منذ ما مجيء اللاعبين، يا دو بي كوتيديان صباح والعشيه التحضيرات راهي في فريمون افون، البارح في المساء اللاعبين خرجوا عطاهم ان كارتي ليبغ في المساء، لكن عاودوا يدخلوا في الليل. واش رايكم اسبوع فقط ولا ست ايام فقط قبل اول لقاء تحضيري ضد فريق ارمينيا؟ قلنا احنا البرنامج خاصة بدا بكري، اشتغل اسبوع، دونك احنا ماناش عارفين ما رايحينش نديروا تحليل على
le contenu des entraînements parce que ما على بالناش كيس كومون الى كومبيني دي سيونس دونك ما عندناش حق شيخ ممكن انا نشاهدوا في اللاعبين اللي راهم معنيين بال ممكن يعاود لنا المخرج اسماء اللاعبين حتى المشاهدين يشوفوا معنا دونك لاعبين وسط الميدان الاحسن قديورا بن طالب ايضا طيدر مهدي مصطفى ويبدا دونك اللاعبين هذوما ال 25 اللي كنا تكلمنا عليهم شيخ 25 حاضرين معليش برك باش الناس تشوفك معليش كمل برك في نو قلنا على البرنامج نخليو البرنامج من جهه نتكلموا على خاصه على عدد اللاعبين ظن واضحه الامور ثاني كذلك لان عنده 25 لاعب دونك ينحي حارس من البدايه متفاهمين ودونك مازالوا باش ياخذوا ولا خذا قرار والله راح ياخذ قرار قرار واحد انا نظن باللي القرار خذاه لان ولكن ممكن ينتظر حتى ممكن تجي اصابه في اخر لحظه اكزاكتومون راح ينتظر اصابه لو تجي اما مدافع ما وسط ميدان لان عنده العدد كامل في دونك يعني بون ريبارتيسيون تاع يعني كيليبر في توت من الغارديان من الدفاع من الوسط ومن النجوم دونك ما كان حتى مشكل من الجهه هذه دونك ننتظروا انا شخصيا ننتظر باش نعطيو راينا خاصه تقييم يعني مبدئي في بعد ثلاث مباريات راح يلعبها المنتخب ممكن المقابله الاولى راح تعطينا شويه انيدي يوم 31 انا جوبونس لي دو ماتش دابا نعم المقابله الاولى لان راح تكون بعدها لا ليست ديفينيتيف تاع 23 راح تتلعب يوم 31 يوم السبت القادم ان شاء الله في مدينه جنيف ضد فريق ارمينيا فريق ارمينيا اللي بو ماهوش متاهل كاس العالم لكن بالك لو جو تاعو يشبه شويه فريق الروسي نو فريق محترم فريق محترم عنده امكانيات و راح نشوفوا حقيقه القوه تاع الفريق تاعنا من كل جوانب من الناحيه الدفاعيه ولا الهجوميه انا نظن حتى كما تكلم الكابتن البرنامج تاع حليلوزيتش نظن راهو سطروا بكل مقاييس تاعو لان بدات التحضيرات كما يقول لك يوم 10 11 يوم 10 يوم 10 وحتى اللاعبين اللي انتهت البطوله تاعهم التحقوا مباشره انا السؤال تاعي اللي حبيت نطرحه حتى مع نفسي وقتاش اللاعبين هادو خداو الراحه لان الراحه راح تدخل في برنامج التحضير احنا كم هما اللاعبين بالك الناس ما نبلهاش في الاستاج اللي فات في التربص اللي فات كانوا عملوا اجتماع مع بايدا لوزيتش وقالوا له طلبوا منه ان تكون هناك دي كارت اللي يبغى عده ممكن ساعه ساعتين نص يوم لكن يكونوا هناك دي كارت اللي يبغى اللاعبين وطلبوا منه ايضا قالوا له ماشي كي تمدلنا دي كارت اللي ما لازمش كامل نخرجوا كيف كل واحد يحب واش يحب يدير لان هذاك ما يوليش ان كارت اللي وبايدا لوزيتش نظن باللي انا سمع لهاد لادوليونس تاعهم وبدا يطبق فيها اسمع انا ما حبيتش نهضر لك على هذه الامور لان هذا الكاتيلي لازم يكون عندما يكون كما يقول لك ريغروبمون مطول لازم يكونوا دي كوبير هذه ما فيهاش رجعه ولكن اللاعبين اللي طول الموسم هما يجتهدوا هما كما يقول لك يبذلوا مجهودات كبيره طول الموسم لازم تكون فترات راحه راحه ماشي من الناحيه البدنيه لازم من الناحيه البسيكولوجيه لازم ينسى شويه كره القدم لازم يروح مع العائله تاعو لازم يخرج من القوقعه هذيك باش عندما يرجع بكل قوه لان هذه الامور انا ما شفناهاش في الفريق تاعنا لاعبين ياخذوا يوم راحه او نصف يوم ويلتحق ويبدا في التحضيرات تدريبين في اليوم يعني ديفيرونس انديفيديوال على طول الموسم سيفون لا شارج كي زون في ديوران لا سيزون يعطيك الصحه دونك سي سا سكو جو دير دونك سي بور سا اللي قلت لك المباراه الاولى حتكون معيار صحيحي والمقياس الحقيقي للفريق تاعنا باش نشوفوه راه متواجد. نعم. رئيس الحكومه راح يروح غدا ان شاء الله يشوف فريقنا الوطني يدير لهم جوله فايدا لوزيتش يحب رئيس الحكومه تاعنا شاك فوا يقول لنا ايلي سامباتيك سا نو في دو بيان لو فوار دونك ممكن شويه امبيونس غدا ان شاء الله. يكون يحب الصحافه ثاني. الصحافه نو سي انترفي ما كان ولو حصه مفتوحه للصحافه ولو ممكن غدا تكون فيها صحافه سي نوت سورس دو موتيفاسيون بور نو جوار يشوفوا باللي الناس او المسؤولين تاعنا تاع البلاد راهم مهتمين بهذا الشيء هذا وتو الموند والناس قاع تستنى الفريق تاعنا في البرازيل حنا نتمنوا برك يكون تحضير دقي ومليح واللي راح يخلي الفريق تاعنا باش تكون عنده صوره اللي راح تعجب كاع المحبين تاع الفريق تاعنا
فضل دوب من بين ايضا الاحتجاجات اللي كان في اجتماع كان طلبوا بها اللاعبين مع فايدا لوزيت تكلمتوا عليها شيخ، هي التحضيرات وطلبوا منه انه ماشي كامل اللاعبين يحضروا بنفس الطريقه، لان كاين لاعبين ما لعبوا ولا مقابله وكاين لاعبين لعبوا عده مقابلات، وكانوا تكلموا له على كاس افريقيا اللي كان تاع ليكيب، تكلموا على كاس افريقيا قالوا بلي لاعبين اللي لعبوا بزاف ضرتهم هذيك التحضيرات، وفي كاس افريقيا ما كانوا بعاد على المستوى تاعهم، دونك نتمناو ان الامور تكون مختلفه في هذه الخطره. شوفي اسمع، ما يخفالكش باللي هذا المدرب تاع الفريق الوطني سوا ديزون لعب بالون، لا جوي الفوتبول، دونك شهاده حيه قدامنا اللي راح تروا كوب دي موند، يعرف كيش يدير لي 23 تاعو، ولي في تروا كوب دي موند سيتي با كاتاستروفيك اللي تحكم انت الانجليز بروني، تلعب مع الملك انا دانيال مينيت، رسلو فينيسيو لين فوت، نحكيو على 82 86 مالغري كون صغير ونشفى. دونك هذا انا ما فهمتش اسكو يستنى لو جوار يجي يقول له، ان كرون ترينر، ان كرون ترينر لو بروغرام في راسو على بالو بلي سي دي جوار يلعبوا في لي شامبيون اوروبيان، كاين يلعب 40 ماتش، كاين يلعب 42 ماتش، كاين كل واحد كيفاش يعطي له لو ريجيم تاع لونترينمون تاعو، فوالا. دونك يجي واحد كيما فيغول يلعب حتى الدومي فينال تاع الاوروبا، كاين دي جوال الان مازالو ما يلعبوا، دونك انا جو فوا با علاش يجي يقولوا له. ما كانش لي مع بون كملوا، علاش يجي يقولوا له؟ انا جو بونس كي هو تحمل المسؤوليه تاع مدرب وطني. كانت هناك اخطاء في كاس افريقيا باش معليش، ولا يقولوا له باش نصلحوا الاخطاء، معليش فضيل. بيصلحوا الاخطاء، انا ما نكذبش عليك، انا لو كان جيت اونترينر ما نسحقش جوال يجي يدخل لي في خدمتي ولا يقول لي واش دير واش ما ديرش، انا وحدي نفهم روحي. دونك ومام تاع لي كارتي ليبر هادية سي نورمال، ان جوال ما تقولوش الواحد نروحو نشوفو كاع الشجرة كيف لان علاش انا هو تكلموا على هاد الشيء، لان في كاس افريقيا كانوا راحوا داروا كامل لو تخوك لو فامو، انا قلت لك فامو سافاري باش شافوا لي زانيمو راحوا كامل كيف كيف. اسمع شوفي شيخ سعدان، انا ماشي نمدحو ولا التاريخ تاعو اللي يهضر عليه، اللي يحب حب ولي كراه سيد خدم في ليكيب ناسيونال، عطا ليكيب ناسيونال، ونجم نقول لك ما عطاولوش لي جوال اللي راهم دوكا ورقع ماشي مدافع هنا اون طونك سيتوان نورمال، ماني اونسيان جوار ما والو نهضر باسكو نحب بلادي، هذا ما كان. دونك انا نجم نقول لك بلي لو كان عطاو للشيخ سعدان هذا الفريق هذايا بهاد اللاعبين ما كانش عنده مشكل باش يدير 23 لاعب. شيخ هو فايدا لوزيت قرر كيما انت في 2010 باش يدي 25 لاعب، لكن هو الفرق ممكن انه قرر باش يقول اللاعبين الزوج لاعبين اللي ما حيش يروحوا في الكاس العالم يقول لهم الان باش ما يكونش هناك ما تكونش لهم صدمه في سويسرا، راح يقول لهم قبل الرحيل الى سويسرا يقول لهم انتم ريزيرفيس، لكن لو تكون هناك اصابه ولا ممكن انكم تكونوا في القائمه النهائيه، دونك سي شوا هو تايت ما حبش يدي غير 23. شوفي انا البارح ولا البارح شفت لاحظت يعني المدرب لازم شوف تعلمي من كل واحد، يعني من كاس العالم الى كاس العالم تعلمي الاشياء مع المدربين، وهذا شفت ديشان بون صارت له اصابات كثيره في الاساسيين صح، دونك اخرتها جاب نادى ست لاعبين شباب وقال لهم انتم ماكمش رايحين ولكن جيو دربوا مع المنتخب، لما ينتهى المعسكر قبل ما نمشيو تروحوا سوف كا ونسيرين بلوسيور يا واحد كيف رومبلاسي الاخر. شوف هذا باش تعرفي ديجا الافونس باش هذه اون جيستيون يعني humaine à la fois humaine en même temps une projection sur l'avenir. Il a ramené des jeunes qui vont dans les années à venir rejouer et les jeunes sont dès le départ jaïn ou ils sont farhanin ils cherchent au fil mouaskar l'akhir mal mentakhab. C'est pour vous dire que tout est fahmti donc le football c'est d'abord je n'ai jamais oublié que on travaille avec des êtres humains, ça c'est la première des choses. Il faut analyser tous les aspects. C'est pour ça que les staffs d'Octogay, dans le monde entier, les staffs, sont très développés avec des spécialistes dans chacun. Donc, c'est pour ça que, bon, on ne veut pas se mêler. Il a fait son travail, il fait ce qu'il veut. Je ne veux pas rentrer. Et d'autant plus que je n'ai pas les données, Donc, l'essentiel pour nous, en Algérien, parce que l'objectif, c'est d'arriver, d'amener les joueurs et l'équipe. Parce qu'un autre problème, c'est l'équipe. امر ليكيب اون فورم ابارتير دو 17 فوالا ها واش نقول لك انا سيتو على الساعه الواحده اسمع حبيت نعطيك سكوب في البلاطو. احنا كنت تقول لي بلي احنا كي كنا في 2010 كنا نخرجوا جماعيا. لا مش انتم ما قلت لك في كاس افريقيا في 2012 خرجوا جماعيا. احنا في كاس العالم حتى كلمت على 2012 احنا درنا برامج كانوا اللاعبين يخرجوا ودرنا لهم
وستادير تكلمت على 2012. لا حتى باش نوريك بلي الان هما اللاعبين واش راهم يطالبوا. حنا كنا درناها حتى كانوا يخرجوا جماعيين، ولكن كاين وين بعض الاشياء. لا حنا نقولوا بلي اللاعبين هذو محترفين عام كامل وما عايشين في اوروبا، يعرفوا لو نيفو. صادير كو بس باش تعيشي شهر ولا شهر ونص مع الفريق لازم عندك يكونوا مشاكل. نقارنوا فقط مع فريق البلجيكي مثلا، فريق البلجيكي فيلموت قرر باش يمد لاعبين كلهم اسبوع راحه، ما كان ولا لاعب ما داش اسبوع راحه. وبعد اللقاء الودي نعم بعد اللقاء الودي ضد لوكسمبور راح كامل يتلقاهم يومين باش يشوفوا عائله تاعهم قبل المقابله الثانيه ضد الفريق السويدي. لا يظن بلي بور لوي سي امبورطون باش اللاعب يغير شويه الاجواء. دونك نظن ان فايدايلوزيتش هذه المره فهمها، لان يوم 5 جوان راح يستحوا اللاعبين الى مده يومين. لا ليست دي 25 سي بيان كما درنا حنا لي 48 اور افون كي مقمت باسكو فو اون كوبور افون دو بارتير، باسكو من بعد تروحي مرحله ممكن تديك شهر ولا شهر ونص. حتى اللاعبين فرحوا كثير لما سمعوا باللي يوم 5 جوان يكونوا ليبيغي باش يولوا يوم 7. انا على ليبوك انا بوكو كي سي دوموندي في الستاف تاعي يقول لك علاه انت كيف نطلقوهم، صادير كونسيديري با بلي فون تو بيردر الو كي فون تو غاني سو لو بلون سيكولوجيك تربحي بزاف. دونك علاش نقول لك c'est une affaire à la fois humaine, psychologique et tout ça. Et c'est ça, c'est très, très, très important. Mm-hmm. Et je pense que là, il a très bien compris. C'est tant mieux pour l'équipe nationale. Inch'Allah, ماشي لازم تكون عالم ولا فاهم. باسكو علاش؟ سي اون برون ان اكزومبل تاع 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 فغولي اللي لعب كل موضوع بوكو دو ماتش. من اللاعبين اللي لعب بزاف. شحال لعب 54 ماتش. 54 ماتش. سي انورم. سي انورم. هاد الشيء هاد طفل هذا اللاعب كيجيك تا يوم وزيد ما نعطيلوش راحه اسبوع تاع راحه ونجي نخدموا الفونسي. كيفاش راح الكور تاعو يتقبل هاد الشيء؟ كيفاش راح يتقبل الكور تاع هاد الشيء؟ دونك سيوني ما نتعاملوش معاه بصفه ذكيه وكاع هيك راح نزيدوا لنا هلكو هاد اللاعب هذا. دونك لازم له لازم له اون سومان دو سيونس دو مانتيان دو مانتيان كاع ايتي هاو لي سويس لي بيج لي بيج خداو اون سومان اون جروب اون فامي سي سكون ابل ان روبو اكتيف يديروا دراجه يديروا الجولف داروا نيبور كوا ومن بعدها يسوفيد مورالمون بور اتاكي لا بريباراسيون اللي ما حش تكون فونسي راح تقول بوكو بلوس تاكتيك تكنيك كاين لاعبين ما حاش يشاركوا في اللقاء ضد كورتوا. الناس كيسمعوا يقول لك الفونسي لا هو يبا يوتيليزي سادير لي سيونس تاكتيك تكنيكو تاكتيك افيك ان افيك ان سيبور فيزيك اللي هو يبا لو ديفينير. بون كاين كاس العالم بيان سور اول لقاء ضد فريق البلجيكي يوم 17 جوان، وحنا نتمناو بيان سور حظ سعيد لفريقنا الوطني ابتداء من يوم السبت القادم ضد الفريق الارميني في لقاء ودي. ونطالبوا من الجماهير خاصه اللي عايشه في اوروبا تجي تساند بكثره، لان ليبيا مازال ما تباعوش كامل وفرصه باش يشوفوا فريقنا الوطني قبل التنقل الى كاس العالم. لكن فكاين ايضا ما بعد المونديال، ما بعد المونديال فايدايلوزيتش مازال ما قررش اسكو يقعد ولا ما يقعدش، لكن في الفيدرالية الاحتياطات راهي ماخوذه وممكن ان كوركوف يروح لكاس العالم باش يعاين الفريق لابا سوغ بلاس. شوفوا هذا التقرير ونعودوا لكم. باختصار شديد على كوركوف لان القضيه والاكتواليتي سي با سا، الاكتواليتي كاس العالم وتحضيرات فريقنا الوطني، لكن هناك تحضيرات ايضا لما بعد الكاس العالم وهي كاس افريقيا وتصفيات كاس افريقيا ابتداء من شهر سبتمبر. ممكن ان كريستيان كوركوف لحد الان ما كان حتى حاجه رسميه، لكن ممكن انه يروح يعاين لو كاين هناك سيناتور يعاين الفريق الجزائري في البرازيل، سكي لوجيك وتصفيف كامل الفرق العالميه. شيخ انا نزيد نقول لك اونكور ميو، احسن من هذا، احسن من هذا. لازم يروح يشوف المباريات الوديه، لازم يروح يشوف المباريات الرسميه، باسكو من بعد ما عندوش الوقت صح وما يعرفش المحيط تاع. لازم دونك بور ديجا بور افوار المعلومات الكثيره في المقابلات الوديه والرسميه لازم يروح يشوف باش يعني الشيخ اللي انفيتي دون سو سونس لا مي سي تو تافي نورمال. هذا الاحتراف، هذا الاحتراف هذا سي سي لو بروفيسيوناليزم احتراف من طرف الاتحاديه واحتراف من ناحيه المدرب. لو بايدا يلوزيتش ما يقعدش كاين البديل، لو يقعد ما يقعد حاجه مليحه. نعم
دونك بعد فريقنا الوطني كما قلنا نتمنوا له حظ سعيد الاسبوع القادم، نروحوا لجمعيه وهران. جمعيه وهران الصاعد الجديد والعوده لهذا الفريق والمدرسه الكبيره للقسم الوطني الاول. نروحوا نشوفوا هذا التقرير ونعودوا نتكلموا مع فضيل دوب يحكي لنا على السيزون اللي جوزوها هذه السنه. اخيرا تنفست المدينه الجديده السعداء، اخيرا عادت الجمعيه الوهرانيه الى حظيره الكبار. مشوار كبير لفريق اتعبته دوما المشاكل والخلافات، واضطرت المدرسه للانتظار عديد السنوات لتضع قدميها مجددا ضمن الكبار بفضل طاقم مسير من طينه الكبار ومدرب محنك عرف كيف تسير الامور لصالحه بالاعتماد على تشكيله شابه ظل هدفها الاول والاخير الصعود ومحو صوره الجمعيه القاتمه والتي دفعنا بعديد الاسماء الكبيره للهجرة نحو كل أندية الوطن. رفقاء بالغ الذين اصطدموا بمدارس كبيرة على غرار الوداد التلمساني، اتحاد الشوية، النصرية واتحاد بالعباس، واجهوا مشاكل كبيرة وخاضوا عديد المعارك، فكانوا في مستوى التحدي الذي رفعوه. مسيروه من جهتهم اعترفوا أن الصعود لن يأتي بقوة الميدان فقط، فكل مباريات خارج الديار كانت أشبه بمباريات كاس. صراعات، مواجهات وعمل كواليس كاد في بعض الأحيان أن يرهن حظوظ الفريق في العودة إلى مصاف الكبار، مثل ما حدث في مباراة اتحاد بالعباس بوهران، وحادثة الاعتداء على حسين آشو، ولحسن الحظ تحقق الهدف وأقيمت الاحتفالات في كل ربوع الباهية. الجمعية وبشهادة أبنائها وأنصارها الأوفياء لا يجب أن تقف عند هذا الحد ولتعود الموسم المقبل من حيث أتت، بل يجب أن تستفيد من أخطائها وتعتمد على مهارة مدرستها حتى لا تذهب جهودها أدراج الرياح. احنا بغينا هذه اللازمة هذه تقعد مهمة كبيرة، باسكو خرجت دي غران جوار، دي غران جوار خرجتهم كما دهام كما مباركي كما هادو، سي دي غران جوار ولو ولازم كانت بكري عندها فرقة مليحة، كانت عندها فرقة تاع بصح، بصح حنا نحوسوا تكون فيها رجال، يكونوا فيها رجال اللي يوقفوا على هذه لازم. حنا فريق كيما جمعية وهران اللي هو يعتبر خزان لحاضر البطولة الوطنية الأولى، نظرا للاعبين اللي كانوا في مدرسة جمعية وهران هما اللي ينشطوا حاليا البطولة ويصنعوا المحابل تاع البطولة الوطنية الأولى. حنا ما نتأسف جدا اللي خدا هذه المدة كاع طويلة في القسم الثاني، لأن زعما فريق كجمعية وهران اون برانسيب يلعب الأدوار الأولى في القسم الوطني الأول ماشي القسم الوطني الثاني. على الكل أنا أولا نشكر الأنصار يعني اللي راهم كامل واقفين يعني مع الفريق تاعهم، وخاصة يعني لقيناهم يعني في الأوقات الصعبة، وأنا نظن يعني هذه مش حاجة جديدة بالنسبة للأنصار يعني جمعية وهران. جمعية معروفة يعني بالمدرسة تاعها، بالكرة الجميلة تاعها، وبالانصار تاعهم يعني اللي كانوا في كل مره في المستوى، وهذا شرف ليهم هما قبل كل شيء. اما فيما يخص انا نظن يعني جمعيه وهران لاعبين، انا نظن جاب لي ربي سي لا ميم بوليتيك يعني اللي صارت مع جي اس كا لي زاني 97 98، فريق كامل تجدد، اغلبيه اللاعبين هما شبان متكونين من المدرسه تاع جمعيه وهران، وانا نظن يعني برهنوا بالامكانيات تاعهم، رغم يعني في البدايه يعني واحد ما كان ينتظر فيهم يعني باش يحصل باش يكون يديروا المشوار هذا ويكونوا في البوديوم، ولكن هذه نتيجه عمل، نتيجه يعني مجهودات، نتيجه يعني تضحيات تاع اللاعبين اللي راهم شبان. وانا نظن يعني بالك يعني نقدر نقول سي دي جوار كي سون تاريفي ان بو تو باسكو واحد ما كان ينتظر فيهم، ولكن انا نظن الفرق هو الامكانيات الفرضيه تاعهم اللي خلاتهم يعني يحصلوا على النتائج هذه والمرتبه هذه، وخاصه يعني لا ريغولاريتي. انا نظن سي ليكيب هما بالعباس اللي ديزيكيب لي بلي ريغولير يعني لي بلي ريغولير يعني ديرون الشامبيون هذا كامل برسك كوم لي زوتر ديزيكيب ديفيسيل. سي فري كانت البريباراسيون في رمضان كانت عندنا شويه صعوبات في الديبي، مي الحمد لله كما يقول لك لي جان كاع هادو في الديبي كانت ايكيب تري جان، بالك البيبليك تاع لازمو ما كاش كما يقول لك داير فيها ثقه كبيره،
سي فري باسكو حنا بالك في هذاك المومو انا كنت سيبورتا تاع لازم نجي معاهم باسكو اون ايكيب جان لا ماجورتي دي جوار كيما قال لك انا العام اللي فات اسبوار وصنا اونتيغ اون ايكيب سينيور مي الحمد لله ستاف تكنيك دار الثقه في هذا الجروب وخدمنا معاهم كيما قلت خدمنا معاهم بنيتنا خدمنا معاهم دوبلينا ترافاي سورتو في رمضان انه كنا نخرجوا هنا تكمل الاذان الناس تروح كيما يقول لك فطور ديجا بالك ربع ساعه كان يلحق عليه 20 مينوت باللي مور الاذان مي الحمد لله هذاك التعب ما راحش. مرة أخرى نهني فريق جمعية وهران وأنصار الجمعية هذه المدرسة. فضيل دوب دابور لا سيزون هذا الموسم ظلم اللي كان صعيب كي نشوفوا الفرق كيما وداد تلمسان كيما اتحاد الشوية كيما اتحاد البليدة كيما المدية ما صعدوش القسم الوطني الأول فريمون لا كونكورونس كانت كبيرة. كيفاش عشتوا هذا الموسم وهل هدف جمعية وهران في بداية الموسم نعرفوا بلي ما عندكمش أموال كثيرة نعرفوا بلي ما عندكمش لاعبين كبار هل هدفكم كان هو الصعود ولا سي فونو فاموزو؟ وحنا كيما نقول لك كيما يديروا كاع لي كلوب في لانتر سيزون في ديبي دي سيزون يكونوا دي رينيون واش هو الاوبجيكتيف واش اللي جوا اللي نجيبو واش الاخر كيما نقول لك هذه صلاحيات الاداره. حنا ديمارينا بالفريق هذايا سيتي لوبجيكتيف نيميرو ان تاعنا سي دو كيما نقول لك لو مانتيان لو بلو فيت بوسيبل نو سيري لو مانتيان لو بلو فيت بوسيبل لأن العام الماضي كنتوا العام الماضي حتى الروتور حتى لافيني تاع مواسا باش سلكنا من الهبطه. دونك بدينا لي بريمي ماتش تاعنا لي بريمي ماتش درنا ماتشين في بليده دوزيام ماتش ربحنا بلادنا تروازيام ماتش سيتي لاكاسير خسرنا 4-1 في بالعباس وين نجم نقول لك بلي ميم لي سيبورتر تاعنا فقدوا الامل بالعباس بداو اون فورس تلمسان بداو اون فورس كنا مكلاسيين في الميليو تاع الطابلو دونك جينا حنا حباب حبه خرجنا من تحت كملنا لالي داير كملنا البريمي كملنا البريمي في لالي وسي كملنا 28 بوان زدنا هضرنا مع اللاعبين المدرب هضر معاهم الرئيس الفريق هضر معاهم قال حنايا لوبجيكتيف تاعنا سي 40 بوان نصيرو المانتيان ابري لي 40 بوان سي هذيك تولي لوبجيكتيف ديالكم انتوما الا حبيتوا تطلعوا ليكيب هذه والاخر طلعوا تسمى مشينا بوان بار بوان ما درناش عليهم بريسيون ما درنا عليهم بريسيون ميم هما اللي تي ساج كيما نقول لك وزيد طلعنا بنزاهه ما طلعناش بحوايج واحد اخرين وين رحنا جبنا دي ريزلتا افيك دي كلوب كونكيرون ديريكت. نعم لان كي يكون في القسم الوطني الثاني تكون فوز في خارج ديار دائما تكلموا على احنا الحمد لله نخلصوا لي جوار تاعنا باش نزيدوا نخلصوا لي كلوب واحد اخرين. احنا لي جوار تاعنا نخلصوهم رحنا جبنا ماتشني المشاويه جبنا ماتشني بوسعاده سيتي با فاسيل جبنا ماتشني من مروانه سيتي با فاسيل جبنا ماتشني من المديه سيتي با فاسيل رحنا تلمسان جبنا ماتشني كيف كيف سيتي با فاسيل. دونك جو بونس انايا بلي اللي كاين لوالي بصح ما تستعمل طرق اخرى باش هذه معروفه في البطوله الجزائريه تاعنا كيما يقول لكم انا الفوتبول الالجيريان هذا شكون اللي يهلكوه الناس اللي ما يعرفوش البالون واللي سوا ديسون لي زانترميديال اللي يلعبوها يعرفوا البالون. دونك كاين بزاف كلام تاع الشارع انا درك كنت لاعب ودرك راني في التسيير مع الفريق تاع جمعيه وهران نجم نقول لك بلي طلعنا بنزاهه 150% للناس كاع هضرت على ضرب الجزاء تاعنا في الماتش تاع الناد مي ما طيحش على لاربيت ديريكتومون باسكو لاربيت هذا سي ان اتر هومان وين حنايا كاني في 20 مينوت دو جيم درنا 3 كارتون جون اللي دخل الفريق المنافس في الماتش وكانوا عندنا دي بيناتي دو تو ماشي نقول لك دي بيناتي مي شنو مام القنوات ما وراوهاش دونك هما طاحوا على هذا الحاكم غير على جال عطى لهم ضرب الجزاء ماشي ضرب الجزاء تاع الناد اللي طلعت هنا حنايا احنا طلعنا العمل اللي فروي تاع مدرب كان هناك هذا فضيل الكلام لا اسمح لي هنا يكون ضربه الجزاء هذيك ما طلعوكمش ربما ما طلعوش ربما ما طلعوهم ماشي ما طلعوش ما هذيك سي اوتر شوز حنا داير بيشكو على بالك باسكو هذيك المقابله لا محمد عنده دي دود حنا لا نو باسكو هذيك المقابله هي مصيره شوف محمد باش نقول لك انت بالك ما تبعتش البطوله تاع القسم الثاني مليح تبعت حنايا احنا الفريق الوحيد جمعيه وهران اونيتي فيزي باش ما نطلعوش ونيتي فيزي والحمد لله النيه تاعنا والخدمه وبحنكه المدرب والاداره واللاعبين نرجع لو ميريت رجع لي جوار سي بانو باسكو لي جوار هما لي زاكتور سير تيران وراكم جوار وعلى بالك واش تمد في التيران واش تخدم في لونترينمون تلقاه في لافان تاع الاخر. حنا يا خويا طلعنا في لا تروازيام بلاس كنا قادرين نطلعوا في لا بريمير بلاس دونك حنا مدينا لي ماتش سير طابي فار ما درنا لعبنا بليجان يا خويا بصح انت تتكلم على طابي فار كان هناك كلام كثير نقال على مقابله حجوط بالعباس كوم كوا كاين هناك مبعوث راح
il y a une simulation باش يكون هناك شوف اسمع تحبي الصح انايا وطونك راني في جمعيه وهران اقسم بالله ثلاث من حوس عليك كلوب الاخرين واش يديروا انا كنت نتبع في المشوار تاعنا دونك اتحاد بالعباس نهنيوا على الصعود تاعو باسكو طلع بجداره حتى هو بيان سور طلع بجداره فريق نصر حسين جاي كيف يستاهل الطلعه كاين دي كلوب كيما مديه كيما الشاويه كيما تلمسان كيف سيدي كلوب الله غالب يطلعوا ثلاثه مي وجنو تقولي لي تاع كاين دي شوز يصراو بالعباس انا هاد الامور خاطرتني من قبل من بعد ما نهضروش على بالعباس لان بالعباس كان هنا بيراو تكلمنا على كامل واش صرا في هذا الموسم لكن نتكلموا على جمعيه وهران جوستومون في المقابلة بالعباس في وهران اللي لاعبين نضربوا فضيل وكان هناك ماشي غير في هذيك اللقاء كان هناك لقاءات كثيرة وين صراو شوية صراو حوايج فوق الميدان كيفاش أنت كنت لاعب فضيل لعبت ربحت تتويجات أيضا مع فريق المولودية كيفاش لاعب يدخل فوق الميدان يكمل اللقاء وينضرب هادي شوفي اسمها مزيان عطيتيني لابارول تاع هادي تاع اللاعب اللي تضرب هو حسين اشو نعم هكذا باش نتفاهموا درك هاتيك حنا ملي صرات هذيك الحادثه ما هضرناش كانوا يقولوا ماج على الجمعيه اللي ماج على الجمعيه تلقى توجور مليحه ما تفهمنيش على بعض زعماكم لا لا نحكي لك واش صرا اوجيست هذاك لو ماتش هذاك انا اون بيرسون رحت جبت طعام وجبت البريزيدون تاعنا اللي قال لي طعام وكما يقول كانت جمعة وكان عرس كروي طعام والدجاج والاخر وكذا سيتي توجور ليكيب ادفيرس تاعنا كيجيو يلعبوا معنا في وهران يدخلوا الباركينغ حنا الليله هذيك نقينا الباركينغ دخلوا لابوليس تدخل غير الكار تاع لازمو والكار تاع بالعباس فهمتي هذه انا شاهد عليها جاو اللي جوا الكار البيس تاع بالعباس سلمت عليهم من الان حتى ال 26 وسقسيت على ال 27 ايام كاع قلت لهم انا ما جاش شكوني على بالك نعطي لك انا الاخر اكزاكت كان لو ديليغي دو ماتش ناصر الدين بغدادي هذاك هو كان اون كونتاكت مع لي ديريجون تاع بالعباس مين يدخلهم انت عندي ديليغي دو ماتش يا فيسيار تعس لي زاربيت تاعك وتحبس تما هو راح هو دخلهم وجيتي انا لتما سلمت على بيرا سلمت على الاخر وبيرا مازال حي وانتي موانيه انا مريح نهضر مع بيرا لي جوار تاعهم كانوا دخلوا على لابيفات وين ياكلوا لي ساندويتش اسكو انت تدخل على التيران سيكيريزي مع لابوليس ولا تدخل نتايا ومين كاين الاخر سي بغدادي هو اللي دار لهم هذاك لو بلون باش يدخلوا ظاهر ميم كي رحت ميم كي استدعاونا للرابطه رحت تكلمت مع المسؤولين تما دزنا في لا كوميسيون قلت لهم وصرا وسوا ديزون هو كذب هذا الشيء بصح انايا قلت لهم شوي بري باش نفرونتيه دخلوا من تما اش يوصر له انا نسيدو مع خو الجوار تاعنا بالغ قالوا انت يا مالا باش كذا الاخر ضربوا انا بون ضربوا ماشي واش كان يدير خو سامحيني ما ساجوش والله بيفات وين ياكلوا الاخر وحنا دوك يجوا جايزين بالعباس الناس كاع تحبس الماكله ما كاش منها دونك لا فوت ما رايش فينا حنا اون ديريجون حنا الامن لا سيكوريتي حنا اللي نديروها ماشي با لو ديليغي زيد اون بليس حسين اشو كي جا جوار عند بيرا قالوا يا ولدي الشيخ ضربوا اشو جيت نجري انايا سالت لقيت اشو مجروح لازمش هذيك الهيلوله كاع كومبلي هذا لو كان مجروح داير ميم لو ديليغي قال لك انا نحبس الماتش ما يتلعبش الماتش حتى نجيبوا لي شكون يضرب انت شكون باش تحبس الماتش فور باسكو هذا الانسيدون صرا برا ما صراش فيستيار صرا برا سي با فيستيار يعني باش انا برا في هذا الشيء علاش واش راني نحكي صح وزيد حسين اشيو قبدتو هو وبالقايد واسمو بالقرفي وشيخ بيرا وكاديم وكاع قلت لهم واحد ما يدنا لكم قول لهم اسكو مور الانسيدون هذيك في الفيستيار شي واحد ضار بهم سيتي لو ماتش تاع الاخر ولو كان جات به حاجه اسيو كان ما يلعبش الماتش اللي تي لام دي مير جوار سير تيرا هكذا خلاص لو ماتش خرجوا فيه لهنا والضمان وبن شنينون هذاك البريزيدون نقول لك وبيرا لي تي موا صارت حديثه مع اسيو ونحن اسيو شكون ما يعرفوش سان جوار انترناسيونال اللي مد الكره الجزائريه ودانيال مون تلاقينا حنا لي جوار تاع بلعباس مات وهر مات تاعنا مع بلعباس تسالو ما كاين والو هذيك الضجه داروها بعض وسائل الاعلام هذا ما كان حنا جمعيه وهران وني لو كلوب وين رحنا انا رحت تنضربت اليكستيريكش ما هضرت صح كانت هناك صور كان عندي انسيدون اسمح لي فضيل كانت هناك صور لان يعني دوكا التلفزيونات صور هو يعني صور يعني هو تكلم هو تكلم معليش هو تكلم بيان سير اون شخص تنضرب نتكلم انا واحد يقيسني من سكوتش وكانت هناك صور شفناه بالدم شفتي صور بالدم اسكو عندي فراكتور بالدم انت هذاك خو بالغ ضربوه
ضربوه 5 جوال تاع بلعباس. نهار خذي انت نهار تضربت في بوسعاده تكلمنا عليك حتى كوسائل اعلام ونددنا وقلنا سي با نورمال كو ماناجير ولا مستشار تاع فريق ينضرب في ملعب. سي با نورمال بصح انا ما حبيتش نقوي عليها الضجه. علاش ما نقويش عليها الضجه؟ باسكو انا نستنى هاد العفايس في الفوتبول الالجيريان يصراو. نعم يصراو هاد الله دنيير فوا المديريه العامه للامن الوطني كرمت الناس على الروح الرياضيه. هادي لازم كل شهر يكرموا باش نشوفوا مديريه الامن الوطني على هالجست هذايا. نعم دونك انا باش نولي للناس باش نكملوا على لازمو جوستومون. واش هو ديتو في الاستخدامات في هذه الفتره؟ بون هنا كيما مازال ميبا كيما نقول لك الاخر تاع الطلعه مازال ما رحتناش. انت كمستشار تعرف من الجاب ديت كونتاكتي شويه اللاعبين. هي كيما نقول لك دوك هاد لا سيمان ان شاء الله مع المدرب مواسا مع موموح ومروان ومع المناجر العام هواري بن عمر زيد معاهم لادجوان مرين الحاج مرين دونك راح نجتمعوا ونديروا كيما نقول لك نتراسي الخريطه تاع العام المقبل ان شاء الله. كيما نقول لك ما يكون غير الخير حنايا. هل لاعب بالغ احسن لاعب اللي كان هذا الموسم راح يقعد في الجمعيه ولا راح يروح لكم؟ هذه من صلاحيه اللاعب والبريزيدون. دونك عبالك احنا ما عندناش غير لاعب واحد راهو فيزي عندنا واحد 3 ولا 4 جوار. جوستومون هل الحين تعاملوا باش يقعدوا ولا؟ بيان سور احنا ماذا بينا اللي مد لو بلوس ليكيب هذه ماذا بينا يقعد معنا. دونك ولا اللاعب شاف راي واحد اخر ولا انا دونك اونسيان جوار ميم انا رحت من المولوديه رحت لجياسكا ديت كوب دافريك في جياسكا قعدت لي تمشى لي. دونك كل واحد كيفاش لافينير تاعو. انا مشى يعني تاع خبا كنطرى عليك سؤال اللاعبين تاعكم تاع كل عندهم هذول انا مكونين من جمعيه وهران. جمعيه وهران مازالوا تحت عقد احنا شوف احنا شو لا بوليتيك تاعنا احنا باش نطلعوا ان جوار جينيور ولا ان جوار اسبوار يونطريني ان سينور اون سينور اللي قيسيني لنا عقد ونديروا له ان باي. شحال العقد؟ العقد تكون المده تاعو تاع 5 سنوات كيما لاعب بالغ هو مازالو عاد. هذه شو هذه لابوليتيك تاع نحميو انفسنا ونحميو اللاعب. هذه لابوليتيك كانت تمشى كيما نقول لك بين عمر ومروان وموموح هما اللي داروها هذه. هل لاعب بالغ راه ان شاء الله راح يبقى الاستقرار يقعد سوف لا باغيين مثلا تبيعوا لاعب باش تدخلوا اموال كبيره مثلا اون بروبوزيسيون فينونسيير مليحه باش هذه لا شي انا سقسيتك برك يعني راك احنا احنا ماذا بينا نفيدوا روحنا ونفيدوا الفرق الجزائريه كيما بالقروي راه راح لتونس بالقروي وين كان في الجمعيه بو مشراره ويدير لي بوجور تاع في الجمعيه بو علام حميه بو عزاليه في اليو اسما. دونك احنا ماذا بينا جمعيه وهران انا على كل حال سي انا جيروا مي شنو ماذا بيا جمعيه وهران تقعد توجور تمد لي جوار لي كلوب الجيريان. لي ميور جوار تاعكم احسن لاعبين تاعكم هم هل هما عندهم عقد مازال العقد تاعهم؟ احنا جمعيه وهران ما كاينش لاعب بليبر. اه يا سي هذه هي المعلومه اللي كنا حبها. لاعبين كاع مربوطين بعقود يحب لاعب باش يروحوا يجوزوا الاداره بالنظام والاداره تعطي لهم حقهم ولا حبوا يروحوا ما كيما يقول لك ما يصعبوش عليهم. وهذه كره القدم كيما يقول لك الرزق تاع الجوار هذا هو. وماذا بينا احنا كي يروحوا دي جوار ويكلاطيو في كيب واحد اخرى قال كانوا عندنا وكمان مواسا راح يستمر مع الجمعيه ماشي مفروغ منه يقعد في جمعيه وهران اطول وقت ممكن. واللاعبين نحضر لهم سقف الاجور. احنا مسقفين الاجور تاعنا بلا احنا مسقفين الاجور تاعنا بلا الوسم مسقفين هذاك العام هذاك العام مي وشنو لا كاين لاعبين وهما يتيموانيو هذا الشيء اقسم بالله يا ثلاث غير سي دي جوال ولاد فاميليا وين كاين دي مومون وين مازال ما خلصناهمش ولعبوا لنا وكملوا لنا حتى جوسكا الدرني ماتش والحمد لله طلعنا. كان عندهم ميم دي بريم دو ماتش كنتو فيكسي. احنا بالك في لا سول ايكيب اللي تمد لي بريم دو ماتش في لا سيمان جامي كان عندنا بروبليم تاع لي بريم دو ماتش نمدو افون الماتش الجاي. شوف سي دوب احنا الصعود تاعكم ما فيهش شك الحمد لله درتوا ان باركور تري زونرابي سيرتو افيك دي مويان امكانيات ضئيله جدا وخاصه لاعبين شبان. وزيد عامل الاستقرار لعب دور كبير لان مواسا عنده حوالي موسم ونص من نص الموسم اللي فات بدا الخدمه تاعو وكمل الاستقرار تاع المسيرين وزيد اللاعبين اللي انا نظن هذا هو الثمار اللي خلى هذا الفريق بالامكانيات الضئيله باش يطلع. نعم نهنوا مره اخرى الفرق الثلاثه جمعيه وهران اتحاد بالعباس ونصر حسين دي ونهنوا ايضا الفرق الثلاثه اللي صعدت القسم الوطني الثاني هما نجم القليعه غليزان وتاج نانت. دونك فيليسيتاسيون ا
وان شاء الله حظ اوفر في البطوله الاحترافيه الثانيه. بعد جمعيه وهران اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه احتفل بالبطوله بتتويجه في البطوله احتفال الكبار يوم الجمعه يوم الخميس الماضي ضد فريق وفاق سطيف. كان هناك تعادل لكن الاحتفالات كانت كبيره وكبيره جدا. نشوفوا هذا الروبورتاج ونعاودوا نوريكم. احتفل اتحاد العاصمة بلقب المحترف الأول موبيليس للمرة السادسة في تاريخه بعدما اختتم الموسم بالتعادل هدفين لمثلهما أمام وفاق سطيف في المباراة المتقدمة عن الجولة الأخيرة، وأحرز هدفي النادي العاصمي كل من محمد سوغار في الدقيقة الثامنة وزين الدين فرحات في الشوط الثاني، بينما جاء هدف سطيف عن طريق أكرم جحنيط في الدقيقة 21 ورشيد ناجي قبل 3 دقائق من النهاية. وبهذا التعادل يكون اتحاد العاصمة قد رفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن ملاحقيه وفاق سطيف وشبيبة القبائل. وعقب صافرة النهاية تسلم نصر الدين خوال الدرع البطولة من يد وزير الرياضة محمد تهمي ليطلق العنان لفرحة غابت عن بيت سوستارة منذ 2005. الحمد لله قدرنا ونفرحوا السبورتر تاعنا عبر سيزون ديفيسيل. الحمد لله ان شاء الله الله يجعلها كل يوم فرحه ان شاء الله. الحمد لله بهذا التتويج هذا، كما قال هذا التتويج ما جاش ساهل، جاب المجهود تاع اللاعبين، ونشكر بزاف المسؤولين والجمهور طيله الموسم اللي ساند. مبروك علينا الشامبيون، نستاهلوها. ما ننساوش بلي تعبنا سنا، كما قال العام العام هذا تعبنا بزاف، الجوار عياو، الحمد لله تعب ما راحش باطل. اثبتنا هذا لا سيزون بلي عندنا ايكيب تاع شامبيون، الوغ حققنا كاع حطمنا كاع الارقام القياسيه، الوغ تعبنا نظن نميريتي هذا لو تيتر. هو عرس كبير شهده ملعب عمر حمادي كانت فيه البصمه للمستمعيه، بتيفو عبروا من خلاله عن تضامنهم وعدم نسيان المناصرين سيف الدين وسفيان اللذين غادرا الحياه في تلك الحادثه المأساويه في مدرجه ملعب 5 جويلية الاولمبي. مبروك مرة أخرى لاتحاد العاصمة ليعود للتتويجات في هذا الموسم. دابا حبيت قبل ما نعود لهذا التتويج نعود قبل لأن كنا تكلمنا عن فريقنا الوطني زين الدين فرحات. زين الدين فرحات لي بعد ما عرف أنه ما كانش في القائمة تاع 30 جولي لو فيليسيتي لأن كانت عنده فريمون ساسفاكو هذا لو جون عنده بسيكولوجيكمون إلي تخي فور، لأن كي تكون ماشي مستدعي في 30 بعد ما كان عنده أمل كبير وما تجي وتدير مقابلة كبيرة وتسجل هدف، جو بونس كو اللاعب هذا عنده أن بون أفونيغ راهو يستنى فيه. نو اسمع دائما نتكلم عليه دونك نو ما نتكلم كاع اللاعبين ولا كل واحد ما عنديش مشكل مع حتى واحد. نو نقدر لا رياكسيون تاعو شوفي اسمع ديجا هو كان متحضر من هالجانب ميساطوندي باك هو يكون في القائمة تاع 30 ديجا اي صالون دي با باش يكون 30 كمان. نو نهضروا افون لو ماتش ابوندون لو ماتش اللي لعبوه المقابله الوديه اللي لعبوها ضد فريق سلوفاني فهمت ما كانش تما دونك سيتي سيربريز بور تو الموند ميم بور لوي ميم دونك سي بور سا كو هو ديجا سي بلون بسيكولوجي اللي تي ديجا بريباري مي نقول لك هو بعد المونديال راح يلتحق بالفريق الوطني باسكو عنده امكانيات اللي تخليه هو صرح وقال بلي راح يقعد في اتحاد العاصمه ما راحش يروح نو نو هو لا لا هو راح حب يروح حب يروح شوفوا معنا صور احتفالات اتحاد العاصمه لو بريزيدون في فاس باش باسكو يدوا بريباري لا دوماج نو نو ايزو ان شالونج اوسي انتيريسون العام الجاي دونك سي بور سا كو البريزيدون ديسيدي كو ما يطلقوش باش يروح مونتولي وحنا نتمناو يطلقوا هكذا يبا بروغريسي دافونتاج وراح تكون عنده الحظ باش يلتحق بالفريق الوطني. شيخ ولا زهير انتم مادام نتكلموا دائما على المدربين الجزائريين ونقول لهم اللي عندهم كفاءات، لكن يوبير فيلود فاز بالبطوله مع وفاق سطيف العام الماضي وفاز مع الاتحاد الجزائر هذا الموسم. يوبير فيلود اللي كان ايضا على راس فريق الفريق في كاس افريقيا ايضا لا سيليكسيون في 2010 دونك يوبير فيلود نقدروا نقولوا باللي لو ميريت لو روفيان اوسي. نو ما نحلوش لو ميريت لان
deux titres par année, c'est quand même magnifique. Mais il faut dire les choses qui malaisent le hal aussi. Donc تحكمي اي مدرب جزائري وتحطيه في اكبر نادي تعطيه قال امكانيات واحسن لاعبين انا نظن راح يعمل نفس الشيء حتى وعلاش اخفق مع سطيف لان ما كانش نتائج ما كانتش اسمع لو ميريت غوفيان اوسي ا سيز اجون صح تزاجوا بلا جيري لي اجون تاعو اللي يعرفوا يبلاصيوه في الكلوب اللي عندهم لا والميريت ايضا يعود الى لي زاجوا تاعو بلا الجزيري مفتاح بالملاط زغدود وكامل اللاعبين تاع اتحاد العاصمه اللي نهنوهم اونكور اون فوا بهذا التتويج ان شاء الله حظ سعيد وحنا نستناو في هذا الكاس الافريقيه اللي يتخص هذا النادي الكبير فضيل يعطيك الصحه اللي كنت معنا اليوم نشكروك على الحضور لان جيتنا من وهران سبيسيالمون بو ليميسيون دونك يعطيك الصحه وانا كانت سما في ان كرون بليزير نشوف الشيخ سعدان اللي نحبوه بزاف والشيخ جلول واللاعب اللي كنت سيبورتيه بكري دونك راني قدامو صافي بليزير دونك يعطيكم الصحه على الدعوه اونكور اون فوا كيما نقول لك نهني جمهور جمعيه وهران على الصعود المستحق وكما قلت لكم فريق ان شاء الله العام الماضي ما نوعدهمش فريق نوعدهم بسياسه التشبيب واحد اخرى ان شاء الله ان شاء الله لومانتيا على الاقل لومانتيا هذاك مفروغ منه وان شاء الله كما قلت نتمنى غير الخير للفريق الوطني تاعنا للبلاد تاعنا باسكو هذا علم واحد كاع نغنوا نشيد وطني واحد وميرسي يعطيك الصحه اللي كنت معناكم دابيتود معنا اليوم دونك نعطيكم موعدنا الاسبوع القادم مع الحدث الكروي اللي راهو يستنى فينا وهو اول لقاء ودي لفريقنا الوطني فرقه شروق راح تكون متواجده في سويسرا وتعطيكم كل جديد وكل صغيره وكبيره على هذا المقابله قبل اثناء وبعد اللقاء بيان سور كيما كل خطره نشكر كامل التقنيين اللي كانوا معنا وسهروا معنا اليوم كامل الطاقم الصحفي اللي عد لكم هذه الحصه على رسول جمال ومدور زميلي دونك انا نقول لكم بقوا على خير تهلاو في رواحكم مع السلامه.